نبدأ كده بسم الله. الأسئلة بتاعت الهوم ورك هنشوف كده واحدة واحدة الأسئلة. طبعا الأسئلة دي موجودة على lesson 1 و 2 و 3 و 4 في الألجبرا. فهنشوف كده الخطوات اللي عندنا اللي احنا بنمشي بيها. أول question بيقول لي 3 power 2 by 3 power 5. احنا متفقين ان طالما في multiplication ل 2 like bases بننزل البيز اللي هي ال 3 ونعمل plus للباور تبقى 3 باور 7. السؤال اللي بعده احنا ما خدناش ولا قاعده للبلس ولا قاعده للماينس. طيب ايه الحل؟ خد بالك بقى ان الاسئله اللي زي دي كلها بتتحل بنفس الطريقه. انت شايف ان ال5 باور 2 اتكررت كم مره بلس؟ اتكررت مرتين، يبقى هي معموله بلس نفسها، يبقى ده معناه ان هي تايمز 2 اتكررت مرتين. طيب انا دلوقتي هل اقدر اعمل اي حاجه في المساله؟ هل في لايك بيزس مثلا زي المساله اللي فوق؟ لا. فايه الحل؟ خلاص انا هحسب كل حاجه لوحدها. طب يا مستر، طب ما انا كنت حسبت دي لوحدها ودي لوحدها، مثلا دي ب 25 ودي كمان 25، يبقى مجموعهم 50. ايوه ما هو الكلام ده مظبوط، بس انا ليه مديك الطريقه دي؟ عشان تحل بيها مسائل الثانيه هتساعدك في الطريقه دي هتساعدك، لكن الطريقه دي مش هتساعدك. يبقى انت بتشوف ال5 باور 2 اتكررت مرتين يبقى باي 2، اتكررت ثلاث مرات يبقى باي 3 وهكذا. طيب 5 باور 2 25 باي ال2 equal 50. الكويشن اللي بعده هنا كويشن الاسئله الفكره دي فكره مهمه قوي، خدوا بالكم منها، ان هنا انا مش لاقي لايك بيزس بس لاقي نفس الباور. طب ده معناه ايه؟ انا عايز ارجع خطوه لورا. يعني ايه ارجع خطوه لورا؟ ارجع خطوه لورا معناها فكر كده، هو المساله دي كانت ايه قبل ما تتكتب كده؟ انا يعني كنت واخد بالي تقريبا ان هي 3 باي 2 باور 5، وهو خد الباور ده وزعه هنا وهنا، يبقى ده معناه ان المساله كان اصلها كمان 6 اللي هي 3 باي 2 باور ايه 5. خد بالك من السؤال ده كويس قوي. طيب خلاص دي بقى سهله، اي حاجه باور 0 ايكوال 1. هنا بقى في فرق ما بين السؤال ده والسؤال ده، دول اكتر سؤالين الناس بعتتهم لي في الهومورك كانوا بيتلخبطوا ما بينهم. احنا اتفقنا هنا ان البيز ب 3، طب مين الباور؟ الباور كل ده. طب ايه كل ده؟ ده بيز وباور تاني، يعني 2 باور 3، يعني 2 كررت ثلاث مرات كانها 2 باي 2 باي 2. طب ده معناه ان هي باور 8، يبقى 3 باور 8. طب ايه الفرق بقى ما بين السؤال ده والسؤال ده؟ هنا ده الانتيريور باور والاكستيريور اللي احنا بنعمل لهم باور. يبقى دلوقتي هتنزل ال 5 تعمل 2 باي 3، 2 باي 3 ايكوال 6، يبقى ده الفرق ما بين الشكلين، خد بالك كويس قوي من ده وده. شوف الاسئله اللي بعدها، هنا هو بيقول لي فايند ذا فاليو. بدايه الحل ان انا لازم رقم واحد اخد بالي، هل كل دول لايك بيزس؟ لا يا مستر مش لايك بيزس، ده دي نيجاتيف 2 دي 2. طب ما انت واخد بالك ان الاثنين دول نيجاتيف 2. طيب احنا عارفين برضو عشان ما الاقيش حد يقول لي يا مستر انا ما حليتهاش كده. احنا عندنا طرق كتير للحل، المهم الناتج النهائي وانك تمشي صح. فانا مثلا شايف ان الاثنين دول نفس البيز، لايك بيزز اللي هو نيجاتيف 2 هنزلها وابدا اعمل ماينس للباور، 5 ماينس ال 3 باي، هنا برضو 2 هنزلها لايك بيز 4 ماينس 2، وهبدا امشي واحده واحده، ماليش دعوه بالنيجاتيف 2، 5 ماينس 3 2، وادي 2 4 ماينس 2 بتقول يا مستر انا خدت بالي ان ده نيجاتيف والباور بتاعه ايفن، يبقى هياكل النيجاتيف، تبقى 2 باور 2 باي 2 باور 2. الاجابه هي 2 باور 4، هعمل لهم بلس. دلوقتي انا خليت البيزس لايك، طب 2 باور 4 معناها ال 2 كررت اربع مرات فتبقى الاجابه 16. اي حل تاني صح انا ما عنديش مشكله معاك، تمام، اهم حاجه الاجابه تطلع لك 16 في الاخر. طيب تعالوا نشوف الكويشن اللي بعده، ايه الفرق ما بين الكويشن ده وده؟ تقريبا الفرق ان دول نيجاتيف 3 ودول نيجاتيف 2، ارقام مختلفه يعني، بس برضه لايك بيزس. انا هنزل نيجاتيف 3 وابدا اعمل ماينس للباور، 5 ماينس 3 نيجاتيف 2 وهعمل 7 ماينس 5. هنزل النيجاتيف 3 واعمل ماينس للباور ب 2. هنزل نيجاتيف 2 واعمل ماينس للباور ب 2. ده باور ايفن ياكل النيجاتيف تبقى 3 باور 2، ده باور ايفن ياكل النيجاتيف تبقى 2 باور 2،
هنا بقى ما اقدرش اعمل حاجه. الناس هتتقسم هنا بقى نصين، نص هيرجع المساله دي هيتعامل مع المساله دي زي ما اتعامل مع المساله دي كده بالظبط اهو. هما الاثنين ليهم نفس الباور ومختلفين في البيز، ليهم نفس الباور ومختلفين في البيز، فهيروحوا عاملين ايه؟ هيقول لي بص يا مستر انا هخليها 3/2 كل ده باور 2، وبعد كده احسب 3/2 ب 6، 6/2 ايكوال 36. تمام؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه ان في ناس هتحسب دي لوحدها ودي لوحدها، لو حسب دي لوحدها هتبقى 9، لو حسب دي لوحدها 4، لو عملت لهم تايمز ببعض هتديك برضو 36 هي هي بالظبط. اي حاجه تعملها هتبقى تمام، مفيش مشكله يعني. السؤال اللي بعده بيقول لي x باور 4 باي y باور 3 باي x باور 5 اوفر x باور 6 باي y باور 2. انا واخد بالي ان في اكسات وفي واي كمان، تعالى نجمع الاكسات اللي فوق، ننزل الاكس ونعمل بلس للباور 4 و5 يدوني 9، ومالكش دعوه بالاكس باور 6 اللي تحت. طب يا مستر ما انا خدت بالي ان دي واي واي، عايز تعملها في الخطوه دي ماشي، تعالى نفصل دي كده ونعمل باي وننزل واي ونعمل لدول ماينس 3 ماينس 2 1. مش عايز تعمل كده وكنت عايز تكمل الفراكشن بار تمشي خطوه واحده كل مساله، ادي الفراكشن بار وتعمل هنا واي باور 3 باي واي باور 2 وتبدا تحل دول مع بعض ودول مع بعض، مفيش مشكله. اي حل بقولنا هتعمله هيبقى صح. هنزل الاكس واعمل ماينس للباور تبقى باور 3 باي، هنزل واي واعمل ماينس للباور تبقى باور 1. طبعا الاجابه هي اكس باور 3 واي بس، لان انا مش قادر اعمل اي حاجه بسبب اختلاف البيزس. شوف الكويستشن اللي بعده، هنا بيقول لي put in the simplest form، كل ده نيجاتيف والباور بتاعه ايفن، يبقى ده معناه ان انا هاكل النيجاتيف. ده اول خطوه بعملها، وبعد كده دول ملتبلاي وديفايد وفي باور 4 عليهم كلهم، يبقى انا هبدا اوزع، هقول 2 باور 4 a باور 4 b باور 4 اوفر 3 باور 4 c باور 4. مين اللي يتعمل له سمبليفاي هنا؟ النمبرز بس، اضرب ال2 اربع مرات في نفسها يبقى 16 a باور 4 وb باور 4 ولا ليا دعوه بيها. تحت ال3 هضربها في نفسها اربع مرات هتبقى 81 c باور 4. في حاجه تاني بقى تتعمل عشان في ناس بتقف هنا تفضل تفكر. اولا كل الرموز unlike basis، يبقى خلاص المساله بالنسبه لي كده خلصت. طب الكويشن اللي بعده نفس الفكره تقريبا، بيقول لي هنا كل ده باور 3، فانا هبدا اوزع الباور ده على كل اللي جوه. يعني بقت نبدا نوزع دلوقتي الباور، هتبقى a باور 3 باور 3 باي b باور 2 باور 3 اوفر c باور 5 باور 3. تعالوا نظبط بقى الكتابه. طبعا ده انتيرير باور واكستيرير بيتعمل له تايمز، يعني a باور 9، طب وال b باور 6، طب وال c باور 15. في حاجه تاني تتعمل؟ لا، بسبب اختلاف البيزز. ممكن انا اشيل علامه الباي بقى، تبقى a باور 9 b باور 6 اوفر c باور 15. شوف الكويستشن اللي بعده، بيقول لي complete the following. طبعا هنا هو بيعتمد على انا هفكر مع نفسي، ال 8 اوفر 27 هي عباره عن 2 اوفر 3 اتكررت كم مره؟ اتعملت تايمز اتسلف كم مره؟ فانت ممكن تبص كده 2 اتكررت كم مره عشان تبقى 8؟ 3 مرات. طيب يبقى احط هنا 3، لان ال 3 كمان لو اتكررت 3 مرات هتديني 27. طب هنا ال 3 اتكررت كم مره عشان تديني 9 مرتين؟ وكمان الفور لو اتكررت مرتين تديني 16 هنا. اول حاجه لازم تاخد بالك منها ان ده نيجاتيف. طب الباور بتاعه هيبقى ايفن ولا اود؟ بص هنا الاجابه نيجاتيف، يبقى ده معناه ان انا متاكد ان الباور اود، يبقى ده اول حاجه. طب الحاجه التانيه، يبقى انا مش هبص، مش هفكر في التو اساسا ولا الفور ولا السكس ولا الايت، لان اي حد من دول هياكل النيجاتيف وهيخليها تبقى هنا بوزيتيف. طيب تعالى نفكر كده، الفور لو ضربناها في نفسها كام مره تديني 64؟ تلاقيها 3 مرات. وكمان ال5 لو اتضربت 3 مرات تبقى 125. السؤال اللي بعده عندك ميكسد، تعال نحوله احنا مع بعض كده لامبروبر، وانا نازل بعمل باي وانا طالع بعمل بلس 2 باي 4 ب 8، نزود عليها 1 تبقى 9. طب ده هو هو ده اتكرر كم مره؟
مرتين. نشوف أسئلة تشوز. السؤال بيقول لي the multiplicative inverse of the number. احنا عارفين ان وظيفة multiplicative inverse بتشقلب، يعني لو هي مثلا 1 over 2 خليها لك 2 over 1، لو negative 3 over 4 خليها لك negative 4 over 3. ده وظيفة multiplicative inverse. ماشي، تعالى نحل احنا المسألة زي ما تعودنا. قلنا اول لما حضرتك بتشوف اي حاجة بتحلها وبعد كده تقرأ السؤال مرة كمان، يعني the multiplicative inverse of the number ده كام؟ ده 1. اي حاجة باور 0 1، يبقى انا عايزك تجيب لي المultiplicative inverse بتاع النمبر 1. ايه هو؟ 1 برضو. طب السؤال اللي بعده the additive inverse. وظيفة الadditive inverse انه بيغير الساين، ده وظيفة انه بيشقلب، فانا عايز اغير الساين بتاع ده. ايوه يا مستر ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف، برضو غلط بسبب ان انت ما قريتش السؤال كويس. عايز الاديتيف انفرس بتاع ده بكام؟ ب1، كله على بعضه كده ب1، يبقى الاديتيف انفرس بتاعه ال1 نيجاتيف 1. فين نيجاتيف 1؟ كل ده مش نيجاتيف 1، هي دي نيجاتيف 1. جت منين؟ ما هو النيجاتيف هنا بره يا مستر، ما انا شايف ان دي زي دي، ايه اللي اختلف؟ دي كانت 1 ودي كانت نيجاتيف 1 بسبب ان النيجاتيف بره البراكت. طيب السؤال اللي بعده برضو عايز المالتيبليكاتيف انفرس بتاع النمبر ده. تعالى نحل ده الاول. ده عباره عن ايه؟ نيجاتيف والباور اود هيفضل نيجاتيف، ال1 كررها ثلاث مرات ب1، يبقى لما اقرا السؤال تاني المالتيبليكاتيف انفرس بتاع النمبر نيجاتيف 1، يعني شقلب ده، لما تشقلب نيجاتيف 1 هيبقى 1 اوفر نيجاتيف 1 برضه بنيجاتيف 1، يبقى انا عايز اختار نيجاتيف 1. مين من دول نيجاتيف 1؟ ده لا، ده لا، ده نيجاتيف والباور ايفن هياكل النيجاتيف، يبقى هو ده. السؤال اللي بعده ذا اديتيف انفرس اوف ذا نمبر. تعال نحل ده. نيجاتيف باور ايفن اتاكل 2 اوفر 5 كررها مرتين بقى 2 باي 2 4 5 باي 5 25، يبقى ده النمبر اساسا. اقرا السؤال، عايز الاديتيف انفرس يعني غير الساين بتاع ده، هتبقى نيجاتيف 4 over 25. من الغلطات بقى اللي انا بشوفها ان الناس تختار ايه؟ يقول لي يا مستر هي نيجاتيف 4 over نيجاتيف 25، ويروح مطير دول مع بعض ويرجعها لي تاني زي ما كانت. انت كده ما جبتش الاديتيف انفرس، انت غيرت الساين بتاعت النيوميريتور والدينومينيتور، وده غلط. لما تجيب الاديتيف انفرس بتغير الساين بتاعت النمبر كله، الفراكشن كله على بعض. طيب نشوف السؤال اللي بعده. كوارتر باور 0، اي حاجه باور 0 ب1 بلس 1 over 4. 1 plus quarter equal كام؟ equal 1 quarter. طب ال 1 quarter انا مش لاقيها في الاختيارات، لا موجوده هنا عشان هي تحولت من mixed ل improper. السؤال اللي بعده ده اتكرر مرتين 5 by 5 25 3 by 3 ب 9. اي حاجه باور 0 ب 1 واي حاجه times 1 itself هي هي. السؤال اللي بعده خدناه الترم الاولاني، قلنا لو الـ x equal 1 يبقى x minus y بكام؟ اي حاجه equal حاجه ثانيه، طبعا الحاجه الثانيه بتبقى زيها يعني رقمين زي بعض، لما اجيب الديفرنس اللي ما بينهم بقى 0. يعني انت شايف ان المساله 3 over 5 باور ايه؟ 0. اي حاجه باور 0 equal 1. ده كده كان اول جزء في الهوم ورك. نشوف الاسئله اللي بعدها. هنا بيقول لي find in the simplest form. اول سؤال هبدا احل كل حاجه لوحدها، البراكت ده معمول باور 2 يعني هعمله تايمز اتسيلف، 4 باي 4 16 5 باي 5 25 باي، مفيش حاجه هنقله باي، اي حاجه باور 0 1. ابدا ظبط لي بقى الدنيا في سمبليفاي هنا. طبعا 16 وال16 طاروا اساسا. طب وال5 وال25 في تيبل 5، divide 5 1 divide 5 5. ابدا اعمل بقى باي باي، كل اللي فوق باي بعض 1 كل اللي تحت 5. فدي الاجابه في السمبلست فورم. نفس القصه نيجاتيف الباور ايفن اتاكل اضرب ال5 اربع مرات في نفسها، انا حافظها 625، اضرب ال3 اربع مرات 81. قلنا طبعا من كتر الحل الموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل. نيجاتيف والباور اود اركن النيجاتيف، ال3 ثلاث مرات 27، ال5 ثلاث مرات 125، نيجاتيف 1 باور 7، النيجاتيف
هتفضل وال 1 سبع مرات 1 مش فارقه معايا. ابدا بقى اشوف مين السمبليفاي ال 81 وال 27 في تيبل. ممكن بقى في ناس تختار 3 ممكن ناس تختار 9 بس التيبل الافضل هو 27. ديفايد 27 ب 1 ديفايد 27 ب 3. طب ال 125 وال 625 في ناس ممكن تختار 5 في ناس ممكن تختار 25 بس الاسهل 125 دي فيها 1 125 ودي فيها 5 125. طيب اعمل يلا باي باي 5 باي 1 باي 1 ب 5 3 باي 1 ب 3. في حاجه انت ناسيها؟ اه يا مستر النيجاتيف احطها. لا ليه؟ لان نيجاتيف باي نيجاتيف ببوزيتيف ودي الاجابه. طب يا مستر انا بصيت بصراحه يعني في الاجابات ما لقيتش ان هو كاتبها كده، هو كان كاتبها لك في المعاصر 1 و2 اوفر 3، هو حولها لك من امبروبر من امبروبر لميكسد. تمام؟ دي طريقه المعاصر في انه يكتب. طب انا اكتب دي في الامتحان ولا دي؟ والله اي واحده من الاثنين صح. طب نشوف الكويشن اللي بعده. بيقول لي عايزك تعمل ديفايد لدول. طيب انا مش شايف ان هم لايك بيزس، فايه الحل؟ خليني احلها لك بقى بطريقه يمكن يعني ايه تساعدك شويه. لما تلاقي في جزء من البيز لايك ممكن تستخدم القانون بتاع التوزيع انك توزع الباور هنا وهنا، هتلاقي الموضوع ابسط شويه من ان انا اقعد افك. ازاي؟ تعالى نكتب هنا 5 باور 3 اوفر 2 باور 3. علامه الديفايد بتبقى باي وبشقلب الفراكشن اللي بعده. يعني ال 3 هتنزل تحت تبقى باور 4 وال 2 تطلع فوق باور 4. باي تعالى نوزع بالمره، خلي دي 3 باور 3 اوفر 5 باور 3. بصوا كده، يمكن ولا واحد فيكم بدا يحل بالطريقه دي، كل الناس شقلبت وبدات تعمل باي ضربت ال 5 ثلاث مرات، بس انا بدي لك طريقه كمان مختلفه تاخد بالك منها. انا ممكن اخد بالي ان 5 باور 3 5 باور 3 طاروا، واخد بالي كمان ان ال 2 وال 2 هنزل 2 واحده دول ديفايد عشان واحده نيوميريتور والثانيه دينومينيتور. هعمل ماينس للباور تبقى باور 1. طب ما ال 3 وال 3 نفس الكلام، هعمل 3 ماينس 4 بنيجاتيف 1. اه ايه بقى القصه دي؟ انا ليه بحل بالطريقه دي؟ ان احنا خدنا خلاص ليسون 3. دلوقتي انت تقدر تتعامل مع الباور النيجاتيف، يبقى انت عارف ان دي 2 ودي 1 اوفر 3. لان وظيفه الباور النيجاتيف بيشقلب، يبقى دلوقتي الاجابه 2 اوفر 3. طبعا انت لو حلتها بطريقه مختلفه عن دي هتطلع لك برضه 2 اوفر 3. مش هتفرق يعني. السؤال اللي بعده، كل ده معمول له تايمز، وزي ما اتفقنا الاولويه دايما بتبقى للقوانين الاولى اللي احنا اشتغلنا بيها اللي هي اللايك بيزس، بتعمل بلس للباور لو فيها مالتيبليكيشن. هنزل ال2 وابدا اعمل بلس للباور، نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 2. كل ده باور 3. طيب هنزل ال2 وابدا نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 2 بنيجاتيف 3. كل ده باور 3. طب ما انا عندي انتيرير باور واكستيرير، اشقلب يا مستر؟ لا ده اخر حاجه تعملها. يبقى دلوقتي هتنزل ال2 وتعمل نيجاتيف 3 باي 3 بنيجاتيف 9. ايه الخطوه اللي جايه؟ ده معناه 1 اوفر 2 باور 9. طب دي تتحسب ازاي؟ ماليش دعوه بال1 وهضرب ال2 تسع مرات في نفسها. ماشي؟ هتطلع الاجابه 512. نشوف الكويشن اللي بعده. دول كده بالنسبه لي 3 و 3 الاثنين لايك بيزس، فهبدا اعمل ماينس للباور، يعني نيجاتيف 1 ماينس 1 برضو. كل ده باور 2. طب هنزل ال 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 باور 2. انتيرير اكستيرير هنزل ال 3 واعمل لهم باي نيجاتيف 4. طب دي معناها ايه؟ معناها 1 اوفر 3 باور 4، لان ده وظيفه الباور النيجاتيف. وده يخليني اعمل ايه؟ اكتب 1 اوفر ال 3 باور 4 ب 81. السؤال اللي بعده، هنا هنزل ال 8 وابدا اعمل ماينس للباور. ايه يا مستر اللي انت بتعمله ده؟ دي ايكوال 1 على طول. ليه؟ لان كلها اي حاجه هتحصل جوه هي باور 0 فهي ايكوال 1. طب افرض بقى انا كنت ما خدتش بالي من موضوع الباور 0 وبدات احل، هتكمل عادي. هتقول لي مثلا 4 ماينس نيجاتيف 4 وكل ده باور 0، برضه انت مش واخد بالك ان باور 0. تعال نكمل المساله، هتنزل ال 8 4 بلس 4 ب 8 كل ده باور 0. هتقعد تحسب ال 8 باور 8 هيطلع لك رقم مهبب ب 60 نيله كبيره قد كبير قد كده.
افتكر بقى في الاخر ان باور زيرو يبقى ايكوال 1 برضه. شوف الكويستشن اللي بعده. الاسئله دي قلنا اتكررت في سنه 6 بس من غير الباور النيجاتيف. كل اللي هنعمله ايه؟ هننزل ال 8 ونبدا نعمل بلس للباور عشان في مالتيبيكيشن هنا. طب يا مستر ده الباور نيجاتيف، قلنا خليك الباور نيجاتيف ده خليه اخر حاجه. يبقى انا هعمل هنا بلس للباور 1 بلس نيجاتيف 2 اوفر، ماليش دعوه ب 8 باور نيجاتيف 3. طيب هنزل دلوقتي ال 8 وابدا اعمل 1 بلس نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 اوفر 8 باور نيجاتيف 3. ممكن اعمل ماينس للباور لان الاثنين لايك بيزس، يعني هنزل ال 8 واقول نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 3. نيجاتيف 1 بلس 3 ب 2 يعني هي بقت 8 باور 2. 8 باور 2 يعني 8 باي 8 64. نفس الطريقه تقدر تحل كل المسائل اللي جنبها. نفس الكلام تعالى نشوف هنا، هنزل 7 واحده وابدا اعمل بلس للباور نيجاتيف 2 بلس ال 5، ماليش دعوه ب 7 باور 3 خالص. طيب هنزل 7 نيجاتيف 2 بلس 5 ب 3 اوفر 7 باور 3. هنا ممكن تكتب الاجابه 1 على طول لان ده كله طار مع ده، او ممكن تقول لي بقى ان انا شايف ان هي 7 باور 3 ماينس 3 ايكوال 7 باور 0 وبرده الاجابه هتطلع بكام؟ 1. هي هي. الكويشن اللي بعده هننزل 2 نعمل بلس للباور اللي فوق 5 بلس نيجاتيف 2. هنزل 2 تحت واعمل بلس للباور اللي تحت نيجاتيف 4 بلس 3. ماشي نزل ال 5 بلس نيجاتيف 2 3 نيجاتيف 4 بلس 3 نيجاتيف 1. اسف انا كتبت 5 هي مش 5 هي 2. دلوقتي دول لايك بيزس، هنزل ال 2 واعمل ماينس للباور 3 ماينس نيجاتيف 1. 3 ماينس نيجاتيف 1 تبقى 3 بلس 1 يعني 4. 2 باور 4 ايكوال 16. ماشي شوف الاسئله اللي بعدها. هنا بقى هو بدا يضيف فكره ان في انتيرير واكستيرير باور، فانا هشتغل فوق لوحده. هنزل ال 2 وابدا اعمل بلس للباور 3 بلس نيجاتيف 3، وتحت هنزل ال 2 واعمل تايمز 2 باي 2 ب 4. طب يا مستر دلوقتي انا نزلت ال 2 لما عملت الدول بلس طلعت 0 اوفر 2 باور كام؟ 4. اه دي ب 1 يبقى الاجابه ايكوال 1 اوفر دي 16. السؤال اللي بعده هنا هو عايز مني 3 باور نيجاتيف 2 اول باور 3، فهنزل ال 3 واعمل باي نيجاتيف 6 تحت. هنزل 3 واحدة واعمل بلس للباور نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 6. ماليش دعوة ب 3 باور نيجاتيف 6 اللي فوق، اللي تحت نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 6 نيجاتيف 8. طب انا اقدر دلوقتي انزل ال 3 واعمل ماينس للباور تبقى نيجاتيف 6 ماينس نيجاتيف 8. يعني 3 باور نيجاتيف 3 نيجاتيف 6 بلس 8 ب 2 3 باور 2 ايكوال 9. اخر سؤال في الفكره دي. هنا كل ده باور نيجاتيف 3، مش هتعامل مع الباور اللي بره ده خالص، انا هبدا اخلص من اللي جوه. هنزل 9 واحده واعمل بلس للباور تبقى 4 اوفر 9 باور 5. كل ده باور نيجاتيف 3. نفس البيز وديفايد، هعمل ماينس للباور 4 ماينس 5 نيجاتيف 1. كل ده باور نيجاتيف 3. بقى في انتيرير واكستيرير، هنزل ال 9 واعمل لهم باي نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 3 ب 3. 9 باي 3 ايكوال 729. شوف الاسئله بتاعت تشوز. السؤال بيقول لي ايه باور نيجاتيف 1 ايكوال ده، يبقى الاي بكام؟ طبعا في طريقتين للحل. الطريقه الاولى ان انا ابقى عارف ان ايه باور نيجاتيف 1 ايكوال ده، فلو انا عايز اجيبها ايه بس فانا شلت الباور النيجاتيف، يبقى ده معناه ان انا شقلبت الفراكشن. فلما شقلب ده بقى 3 اوفر 2. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ابدا اكتب هو يعني ايه ايه باور نيجاتيف 1، يعني 1 اوفر ايه ايكوال 2 اوفر 3. طب انت عايز ايه؟
انا عايز الايه بس، يبقى الايه اوفر 1 واقراها بالشقلوب، فانا هقرا له دي بالشقلوب تبقى 3 اوفر 2. السؤال اللي بعده الايه ب 7 باور اكس، البي ب 7 باور نيجاتيف اكس، انا عايز ايه باي بي، يعني عايز ده باي ده، فانا هنزل 7 باور اكس باي 7 باور نيجاتيف اكس. ممكن نعمل ايه؟ والله ممكن ننزل ال 7 طالما لايك بيزس ونعمل بلس للباور اكس بلس نيجاتيف اكس. طب ما هو اكس بلس نيجاتيف اكس ب 0 و 7 باور 0 ب 1. السؤال اللي بعده لايك بيزس، هننزل 5 ونبدا نعمل ماينس للباور، يعني اكس ماينس نيجاتيف واي. فدلوقتي هنزل ال 5 اكس بلس الواي، ادي الاجابه المظبوطه. السؤال اللي بعده كل دول فيهم ديفايد، 6 ديفايد 2 ب 3، a باور 2 ديفايد a باور 3. طب ما انا ممكن اعمل ماينس للباور، يعني هنزل الـ A واعمل 2 minus 3 بنيجاتيف 1. طب الـ X هنزلها 4 minus 3 هتبقى 1. طيب دي انهي واحدة بدول؟ اولا دي غلط، ثانيا دي واضحة جدا ان هي غلط. طيب انا محتار ما بين دي ودي. بص كده، هو مين اللي باور ونيجاتيف؟ الـ A، الـ A بس. يبقى ده معناه ان هي بتغير مكانها، بدل ما تبقى نيوميريتور هتنزل هي دينوميريتور، يبقى هي دي. طب انا ليه ما اخترتش دي؟ لانه نزل الـ X معاها، ده معناه ان الاكس كانت الباور بتاعها نيجاتيف اصلا، لكن هي الباور بتاعتها بوست. شوف السؤال اللي بعده، نيجاتيف باور اود هيفضل نيجاتيف، 2 باور 3 ب 8، اس باور 2 اول باور 3 باس باور 6، انا بعمل باي، تي باور 1 باور 3 بتي باور 3 اوفر، نيجاتيف باور ايفن اتاكل 4 باور 2 16، اس باور 2 تنزل اس باور 2، تي باور 2 اول باور 2 بتي باور 4. تعالى يلا نظبط الدنيا، اركن النيجاتيف، 8 و 16 في تيبل 8، ديفايد 8 ب 1، ديفايد 8 ب 2، يبقى هنا بقت في فوق 1 وتحت 2، يعني هاف. طيب الاس هنزل اس، 6 ماينس 2 4، هنزل تي، 3 ماينس 4 نيجاتيف 1. طيب الشكل ده انا مش شايفه خالص، اولا انا متاكد ان نيجاتيف، يبقى الحل ده غلط وده غلط. ثانيا انا متاكد ان في 2 في الدينومينيتور موجوده، متاكد كمان ان في تي باور نيجاتيف 1، يعني مكانها هيبقى تحت تي باور 1، دي موجوده ودي موجوده. بص هنا دي اس باور 4 دي اس باور 3، يبقى هو الاختيار المظبوط اس باور 4. نشوف الأسئلة الأخيرة اللي على lesson 1 و 2 3. كل ده باور نيجاتيف 1 وكل ده باور نيجاتيف 2، وطبعا طالما ال 2 براكتس لازقين في بعض يبقى في ما بينهم باي حتى لو أنا مش شايف. تعالى نبدأ بقى. أولا هنا في unlike basis، فأنا مش عارف إيه الحل، أو الحل إن أنا ممكن أشقلب بسبب الباور النيجاتيف. يبقى دلوقتي شكلها الجديد في الكتابة هتبقى n باور نيجاتيف 3 اوفر ام باور 2 باي، كل ده باور نيجاتيف 2. طب ما انا ممكن اشقلب واشيل الباور النيجاتيف، يعني اخليها ان باور نيجاتيف 2 اوفر 3 ام باور نيجاتيف 2، وكل ده ما انساش انه بقى باور 2 بوزيتيف مش نيجاتيف، وظيفه الباور النيجاتيف انه يشقلب لك المساله. طيب ابدا بقى الخطوه اللي جايه، انا مش قادر اعمل حاجه بسبب الباور ده، فالباور ده هيبدا يتوزع هنا بالمره، يبقى n باور نيجاتيف 3 اوفر m باور 2 باي، دي انا نقلتها اهي. هنا بقى n باور نيجاتيف 2 باور 2 بنيجاتيف 4، 3 باور 2 ب 9، m باور نيجاتيف 2 باور 2 ب m باور نيجاتيف 4. طب يلا بقى ظبط لي الدنيا كده، انت واخد بالك ان ال n وال n الاثنين نيوميريتور، هنزل واحده واعمل بلس للباور، نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 بنيجاتيف 7، ماليش دعوه بال 9، واخد بالي ان الام والام الاثنين دينومينيتور، هنزل الام واعمل برضه بلس للباور، 2 بلس نيجاتيف 4 بنيجاتيف 2. طيب ايه اخر خطوه؟
والله انت ممكن بقى بمجرد لما تبص كده للمسألة دي تاخد بالك كويس قوي ان هنا في 9 في الدينومينيتور، فالاجابة دي غلط، الاجابة دي غلط. تاخد بالك ان الان باور 7، الان باور 7 والام باور 2. بص فين الان باور 7 والام باور 2؟ اهي هي دي. بس يا مستر ده مكان الان تحت ومكان الام فوق، ما هم بسبب ان الباور بتاعهم نيجاتيف، فالباور النيجاتيف بيعمل ايه؟ بيشقلب المكان، بيجيب دي ينزلها تحت، يجيب دي يطلعها فوق. طبعا سؤال رخم شويه فنركز عليه ونحاول نحله مرتين ثلاثه كده بايدينا عشان الموضوع يبقى افضل، يعني ناخد بالنا من الخطوات. نشوف كده الكويستشن اللي بعده. بيقول لي هنا كل ده باور 0 خلاص ب 1، 3 باور 0 ب 1 مش لازم اكتبها تحت، A باور نيجاتيف 2 و B. طيب مين اللي هيغير مكانه؟ الـ A ولا الـ B ولا الاثنين مع بعض؟ لا الـ A بس، لأن هي اللي باورها نيجاتيف، فهتطلع فوق في النيوميريتور تبقى A باور 2 أوفر الـ B. يبقى ده الشكل بتاع السؤال. السؤال اللي بعده محتاج تركيز شوية. A باور X بـ 2 و A باور نيجاتيف Y بـ 3، هو عايز A باور X ماينس Y. طب يا مستر دلوقتي أنا إيه اللي خلاني أعمل ماينس هنا للباور؟ يبقى أكيد عملت لدول ديفايد. لا أنا عملت لهم باي. ازاي يا مستر؟ مش المفروض ان احنا لما بنيجي نعمل ديفايد بنعمل ماينس للباور، وانا شايف قدامي اكس وواي اهي، بس دي نيجاتيف واي. يبقى دلوقتي تعالى نجرب كده ان احنا نعمل اي باور اكس باي اي باور نيجاتيف واي. انت هتعمل ايه؟ هروح منزل الاي وابدا اعمل بلس للباور، يعني هكتب اكس بلس نيجاتيف واي، صح كده؟ وبعد كده هنزل الاي بوزيتيف وراها نيجاتيف بنيجاتيف، بقت اكس ماينس واي. ايوه انت مش فاهم ايه اللي حصل، يعني ما انت رجعت المساله لاصلها. لا انا بحاول اوصل لك ان دي هي هي ده باي ده. طب ما ده لوحده انت مديهولي ب 2 وده كمان انت مديهولي ب 3، يبقى انا هعمل لهم باي 2 اكن دي كده بالظبط 2 ودي 3، 2 باي 3 ايكوال 6. سؤال محتاج تركيز. السؤال اللي بعده تقريبا نفس الفكره بتاعت الباور النيجاتيف اللي خدناها. اكس واي باور نيجاتيف 1 يعني ايه؟ اكس واي باور نيجاتيف 1 ده معناها ان الاكس في مكانها اما الواي هتتغير. طيب اكس اوفر واي هو مديهاني بكام؟ بهاف. طب بص كده هو عايز ايه؟ هو عايز واي اوفر اكس، واي اوفر اكس اقراها بالشقلوب، فانا هقراها له 2 اوفر 1. طب 2 اوفر 1 ايكوال 2. السؤال اللي بعده 3 باور نيجاتيف 1 بلس 3 باور نيجاتيف 1 بلس 3 باور نيجاتيف 1. عشان دي ارقامها صغيره انا ممكن احلها بطريقتين. 3 باور نيجاتيف 1 معناها 1 اوفر 3. نفس الكلام 1 اوفر 3. نفس الكلام 1 اوفر 3. ثيرد وثيرد وثيرد ايكوال 1 هول. دي الطريقه اللي انا مش عايزك تحل بيها. طب امال ايه الطريقه اللي احنا عايزين نحل بيها؟ انا شايف هنا ان ال 3 باور نيجاتيف 1 اتعملت بلس نفسها 3 مرات. يعني 3 باور نيجاتيف 1 اتكررت 3 مرات. طب دلوقتي البيز قد البيز، اقدر انزل ال 3 واعمل بلس للباور، نيجاتيف 1 بلس 1 يعني 3 باور 0 و 3 باور 0 برضو ايكوال 1. طبعا الطريقه دي افضل لان هي بتحل كل المسائل، هي طريقه التكرار دي. لكن الطريقه دي صعبه لان انا ممكن يجيب لي مثلا 3 باور نيجاتيف 7، فانا مش قادر احلها صح، يعني مش هعرف احسبها 3 باور نيجاتيف 7 بكام، وحتى لو حسبتها مش هقدر اعمل لها بلس. ده انت نصيبك هنا ان دي ثيرد وثيرد وثيرد، فالسم بتاعهم سهل ايكوال 1. السؤال اللي بعده ذا مالتيبليكاتيف انفرس. مالتيبليكاتيف انفرس معناها ان انا محتاج اشقلب ده. تعالى نحل ده الاول. يعني ايه 5 باور نيجاتيف 1؟ يعني 1 اوفر 5. طيب اقرا السؤال تاني بقى. المالتيبليكاتيف انفرس بتاع ده بقت 5 اوفر 1 اللي هي. احنا كده خلصنا الهوم ورك بتاع ليسون 1 ليسون 2 ليسون 3 في الالجبرا.